مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الكرام، أجواء جميلة وليلة فيها الجو مثالي في ملعب المباراة. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، سأكون معكم مشاهدينا محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، حيث سيكون فريق النصر السعودي يواجه البلوغرانا نادي برشلونة. مباراة من الممكن الاستفادة من خلالها من جانب المدرب بعض التجارب، بعض اللاعبين، اكتساب الخبرة، احتكاك بفرق أخرى. تخرج الكرة إلى رمية التماس بعد تمريرة تفتقد قليلا للدقة. بيليه تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. كريستيانو رونالدو، إلكاي غوندوغان، ملعوبة إلى رونالدو، بيعدي وبيمر بالكرة. أوه، الكرة في المرمى، مهارة خيالية، نهاية خرافية، حط على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبار. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. برناردو سيلفا، كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. فينيسيوس، الله على المرور، شوف الكرة، يا سلام على الفن في هذه اللقطة. الدعم يصل الآن من اللاعبين، بيخلص الكرة في مربع العمليات. جواو كاسيلو، جولينتون، بيليه، إلكاي غوندوغان، رافائيل لياو، محاولة هجومية هنا، فرصة تنتهي والكرة مع الفريق الخصم. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. بيليه تصدي خيالي من برشلونة، رأسية تلتقط التوجيه وفي النهاية بتعدي بجوار القائم. مهم جدا يكون التركيز في اتجاه الرأس عند ضرب الكرة. بيليه، فينيسيوس جونيور، لمسة جميلة، الله على اللمسة، الله على اللعبة. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. الحكم ينهي الشوط الأول والفريقان إلى غرف الملابس لالتقاط الأنفاس ثم للعودة. ضربة بداية الشوط الثاني من برشلونة. تدخل في اللقطة الماضية لكن الكرة بالطول بتتحول إلى رمي التماس. ديابي، كريستيانو رونالدو، يا سلام على التدخل بدون مشاكل. رافائيل لياو، تمريرة إلى رونالدو، تدخل يبعد الكرة، يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. فرصة هدف الآن، ويدافع عن مرماه. حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. جولينتون، تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. بناء هذه المحاولة بهدوء وبدون تسرع، بناء هجومي غير مكتمل، غابت اللمسة الحاسمة واللي تصنع الفارق. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. بيليه، كرة بتصل إلى بارد. بيليه، دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. ديابي،
التدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. يتقدم باتجاه المرمى في منطقة جزاء، يستعيد الكرة. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. صافرة نهاية المباراة وفوز يتحقق لمصلحة أصحاب الأرض. مباراة كانت صعبة مشاهدينا.